هذا راه كان استاذي في الاعداديه ولا زال استاذي الان في المدرسه ديال الاخلاق والنبل. بغيت غير نفتح واحد القوس صغير، شهاده للتاريخ للامانه سي عمر مكاسو اللي كان كيقرينا في الاعداد وفي قمه الاعتقالات، وكل مره سير الكوميساريه هزوه حطوه هذا 87 88 وللامانه ما عمره استغل ولو ثانيه واحده من الفصل الدراسي، بقيت عنده عامين، ما عمره استغل ولو ثانيه واحده باش يمرضك شي موقف ولا شي ايديولوجيه ولا يقول لك السلطه دارت ليا ولا الدوله. نهائيا السيد ملتزم بالمقرر الدراسي وبالابتسامه التي لا تفارق محياه رغم المسكين الظروف الصعبه اللي دازمها للامانه. هذه ما حتى واحد